يكون وين عايش بالدنيا كي ينهي عيش أبد، لكن يبذل كأنه يموت غدا. سلامة الجميع يا أخواني، وأنتم سالمين. يمكن طولت عليكم والقصة، لا لها لا مجال لا إن شاء الله فيما بعد. إحنا نبغاك تطول يعني الحقيقة. إحنا مبسوطين تشاركون وتباركون إن شاء الله، وحنا من بعدكم الله. مجلسنا هذا هو للتذكير ولتناوش أطراف الحديث من كل مكان بلغة المجلس بالواقعية بالأريحية. احنا السعادة هي حاجة محسوسة وليست ملموسة. اي نعم محسوسة. انت الآن إذا تبغى تظلل على جسمك من الشمس إذا تبغى تأخذ لك مظلة، ايوه مظلة اكيد صح ولا لا؟ لكن انت بمثابرتك على الصلاة، على الأوقات، على العمل الخير، على حبك للناس، حب الخير للناس، يا سلام، هذه كلها تظلل عليك وانت ما تراها، طهر قلبك. والدليل على ذلك لو يصلي عابد في الشمس مع جماعة ما يحس بالشمس، لكن لو جاء واحد متخاذل، لو جاء واحد متخاذل بعيد عنكم وجالس بجنبك تلقاه متذبذب، كل شيء يرفع رجليه ويرفع يديه ويرفع كذا، لانه ملل. اي ملل. أيه. لكن اذا ذكرت انك كذا الله سبحانه وتعالى يظل بظله من يشاء. أيه. سواء رايت او ما رايت. أيه. ويوفقك الله سبحانه وتعالى، يرسل جنود ان تثبتك من السماء، فنسال الله الثبات. انت لما يعلم الله سبحانه وتعالى منك صدق النيه، الله سبحانه وتعالى يتولاك. اي بالله. ثم تصير عندك الحياه طيبه، تصير عندك الحياه سعاده. لكن هذا اللي بياكل حرام لا سمح الله تلقاه مذبذب، تلقى صدره ضيقا حرجا، يعني بضيقه ما يعلمها الا الله. لو تناول حبوب المستشفيات كلها ما فادته، لو تناول، لو تمشى في انهار العالم، لو قطف من حدائق العالم، هذه ما هي سعاده. السعاده فيما تحتويه في صدرك، اذا قنعت بما اعطاك الله سبحانه وتعالى، ثم اعطيت الناس حقوقها، ثم قلت خيرا او صمت. يا سلام يا سلام. انت تجمع الامور هذه كلها، الاعمال هذه الطيبه، سواء محسوسه او ملموسه، لبنك هناك في الاخره تجده في القبر. اي والله. حطرك الرصيد يا اخوي هناك لما تكون هناك في ذيك الحفره. اي والله. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشناهم فهم لا يبصرون. يا رب تذكر ذاك، اجعل ما تقدم. يا ربي عفوا. فلذلك انتبه، لا تظلم احد ولا تفتن احد ولا تسرق احد، اقنع بما عندك. ما عندك شيء اطلب سلف يا اخي من الناس. الله الله. بالحلال ثم اصدق مع الناس. لكن المشكله انه ضاعت بين الناس الثقه الا من رحم الله. تجي عند الواحد اقرب الاقربين تقول له كفلني، قال والله ما كفلك لاني كفلت فلان ورطني وخصموا علي. طيب وش ذنبي انا مثلا عندي راتب محدود 3000 ولا 4000 ولا كذا، ويروح لاقساط لك وانت تفرفش هذا، وانا كفلتك شيمه وحياه من الله ثم من القربه واللحم والدم ولا الصداقه. لا اله الا الله. ليش يا اخي السدود هذا؟ يعني يا اخي تعامل مع الناس بالحسنى واطلب الله في الرزق، باب الله واسع وخزائنه ملأة. اي والله. الله يخلص لنا ولكم القول والعمل. السعاده هي ان تعطي الصلاه على وقتها، السعاده ان تاكل بالحلال، السعاده قبل كل شيء اذا فعلت ذلك بالحلال اطب مطعمك وتستجب دعوتك، ثم الله سبحانه وتعالى يرزقك زوجة صالحة في البيت. يا سلام. وهذه أكبر غنيمة في الدنيا، الحور العين يا عيال. إيش رأيكم؟ أي. ثم من بعد هذا ذرية صالحين. يا سلام يا سلام. يعني يعني كلهم نور على نور، نور على نور. هذه لما تخرج من بيتك وأنت بالسعادة هذه أول رزقك. إذا جيت تركب السيارة حقك، بعض السلف قلنا لكم يقول اني والله لا اعلم ورضا الله عني في دابتي. يا سبحان الله. لا. وهو في سفر وفي هذا، لكن يصير عنده السفر هين ويصير دابته عنده كانه بس انه يعني راكب، بس هي تمشي بنفسها يشوفها بدابته. ليه؟ لانك اطعمت مطعمك وقلت قول حسن وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، ثم صدقت مع الناس. واياكم الكذب، اياكم الغيبه، اياكم النميمه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اعصم لسنتنا من الغيبة والنميمة والزلل، اللهم ارفعنا بالإيمان وثبتنا بالإيمان، ثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم اللهم اغثنا بغيث الإيمان في قلوبنا وغيث السماء في أرضنا. اللهم. أنا عندي قصة، أسلم، في قصيدة كلمات مجمعة. يا سلام. قديمة. ترى تصدق أبو علي قبل القصة، سبحان الله، هذه رسالة جميلة. أسلم. المشاهد يعلم الله